اهلا بيكم في لايف مع نجم، حلقه جديده النهارده من لايف مع نجم اللي بنقدمه لكم طول شهر رمضان على اكونت انستغرام الخاص بيلا كوره. معايا انا جهاد عرابي. النهارده في حلقتنا معانا لاعب مميز جدا، هو دينامو المنتخب الاولمبي اللي تاهل لاولمبياد طوكيو 2020 اللي طبعا تاجلت ل 2021 مع كابتن شوقي غريب، ولاعب وسط النادي الاهلي المعار لنادي الجونه الكابتن اكرم توفيق. النهارده معانا في لايف مع نجم اللي بنقدمه لكم كل يوم عبر انستغرام يلا كوره اللي بتتفرجوا علينا منه دلوقتي طول شهر رمضان الساعه 11، وان شاء الله نحاول نستمر معاكم بعد شهر رمضان ونطمن على نجومنا كمان في توقف الكورة وتوقف الدوري طبعا بسبب الكورونا. دلوقتي هنستقبل توفيق، مستنيين اسئلتكم من الكابتن اكرم توفيق ان شاء الله يحاول يجاوب على اكبر عدد منها. معايا انا جهاد عرابي في لايف معانا كابتن اكرم، هينضم لنا دلوقتي. يا كابتن ازاي حضرتك؟ ربنا يخليك. كل سنه حضرتك طيب. انت طيبه. مبسوطين انت معانا النهارده في يلا كوره. ربنا يخليك. والله انا مبسوط جدا. كنا الاول عايزين طبعا نبارك لحضرتك على زفافك، وكمان عايزين نطمن على حضرتك في وقت الحظر والكورونا والكلام ده. ايه اخبارك؟ الله يبارك فيك. لا زي الفل الحمد لله. ايه اخبار المسلسلات معاك؟ لا الحقيقه ما بتفرجش على مسلسلات، انا معايا المصحف وقاعد مع عيلتي وما بتفرجش على مسلسلات الحقيقه. طيب ايه اخبار القعده في البيت؟ انتوا بتتدربوا فيديو كول زي الفرق التانية ولا ايه الاخبار؟ بنتمرن مع بعض وبعمل تمرين زيادة برضو مع نفسي كده. أكيد. طيب أنا كنت عايز أسألك بقى على طول كده ندخل في الأسئلة، فعلا بعد انضمامك للنادي الأهلي وأنت طبعا انضميت في سن صغير قوي، والد حضرتك أطلق عليك لقب إن أنت خليفة حسام عاشور ولا ده كان قبل كمان انضمامك؟ لا وما قاليش كده الحقيقة. طبعا كابتن حسام عاشور ده حبيبي يعني، بس هو كان دايما بيقول ان يكون ليك شخصية في الملعب وتطور من أدائك دايما عشان خاطر الناس كلها تلاحظ أكيد التطور ده، وده اللي انا بنيته يعني في الفترة اللي فاتت. أكيد طبعا. طب إيه اللي اتغير في أكرم توفيق آخر 3 سنين بالذات، يعني تجربتك في الجونة مؤخرا وإحنا شايفينك مع المنتخب الأولمبي متألق وشايفين يعني كابتن أكرم توفيق بيكبر وبيكتسب خبرات جديدة، شايف إن أنت اتغيرت في آخر 3 سنين أو مستواك الفني اتغير؟ والله ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى في الأول وفي الآخر. طبعا 3 سنين اللي فاتوا طبعا زي ما أنت عارفة كنتش باخد فرصتي قوي في أكيد النادي الأهلي، فقررت إن أنا أطلع إعارة الجونة. طبعا إدارة محترمة وفريق محترم، طبعا موتت نفسي عايز أثبت للناس كلها إن أنا ما جيتش الأهلي ومشيت كده عادي، وطورت من نفسي بشكل كبير. وطبعا الفضل ربنا سبحانه وتعالى، ثم والدي الله يرحمه وامي واخواتي والاداره نادي الجونه وزمايلي. أكيد. الفترة الأخيرة سمعنا كلام كتير طبعا بعد ما عرفنا إن كابتن حسام عاشور خلاص يعني رحلته انتهت مع النادي الأهلي، وسمعنا إن النادي الأهلي بيدرس إن هو يعدل عقدك وإن أنت في كلام عشان ترجع للنادي الأهلي، هل في تواصل معاك بعد قرار حسام عاشور إن هو مش هيكمل مع الفريق إن أنت تكون موجود في الأهلي الفترة الجاية؟ والله دي اخبار يعني انا بسمعها زي الناس يعني، ده شرف ليا يعني ان ارجع النادي الاهلي يعني ده بيتي. سواء ان انا ارجع او من عدمه يعني في النهايه مركز مع الفرقه بتاعتي، لعندي ما النادي الاهلي يكون محتاجني طبعا مش هتاخر. لكن ما حدش من النادي الاهلي لحد دلوقتي لسه اتكلم مع كابتن اكرم توفيق لا وطلب منه تعديل عقده او طلب منه ان هو يرجع الفتره الجايه. لا لا لسه، هو اخبار زي ما انتوا بتسمعوا انا بسمع برضه. طيب النادي الاهلي دلوقتي عنده في مركز حضرتك اليو ديانج وحمدي فتحي وطبعا محمد محمود مصاب بس هيرجع الفتره الجايه، شايف ان كابتن اكرم توفيق الفتره الجايه وبالمستوى اللي هو وصل له وتطوره الفتره الجايه عنده فرصه ان هو يرجع ويلعب اساسي في النادي الاهلي، ولا شايف ان في زحمة في النادي الأهلي في المكان ده؟ لا هو كل اللي انت قلت عليهم حمدي ومحمد محمود واليو ديانج وعمرو السولية وعمرو كمان طبعا. السولية كابتن عمرو السولية صح وكريم نيدفيد، طبعا أكيد دول لعيبه كبار ويعني ربنا يحفظهم. زي ما قلت لك سواء انا رجعت او ما رجعتش طبعا انا مركز دايما مع الفريق بتاعي. وقت ما ارجع اكيد هيكون في منافسه شريفه، وطبعا يعني لازم نموت نفسنا عشان خاطر النادي اللي الواحد بيلعب فيه. أكيد. بس هل أنت دلوقتي شايف إن أنت وصلت لمرحلة إن أنت مش هترجع النادي الأهلي غير وأنت بتلعب أساسي، ولا مش ده اللي في دماغ أكرم توفيق؟ لا وانا
يعني نفسي ان انا ارجع نادي الاهلي عشان خاطر اقول للناس ان انا كنت جيت هنا وموجود واطلع امكانياتي يعني للناس، وده اللي ظهر في الفتره الاخيره مع الجونه. أكيد. أكيد طبعا اتمنى طبعا ان انا ارجع النادي تاني واخد فرصتي زي اي لعيب، أكيد. طب ويا رب يعني ربنا يكرم يعني في الفتره الجايه. وقت تألقك مع المنتخب الأولمبي، طبعا يعني احنا كلنا شفنا ازاي المنتخب كله كان متألق جدا، وحضرتك طبعا كان ليك دور كبير معاهم. سمعنا كتير عن ان انت جالك عروض احترافية من بره، هل موضوع العروض الاحترافية اللي من بره ده موجود وبيوصل لك، ولا موضوع كورونا الفترة الأخيرة شايف ان هو عطل الموضوع، ولا انت فعلا وصل لك عروض من بره؟ لا، هو في ناس كانت كلمتني قبل كده يعني على عروض يعني وكده. طبعا الفترة بتاعت المنتخب الأولمبي، طبعا أنا بحب أشكر اللعيبة الرجالة بلا استثناء، كلهم يعني كانوا رجالة فعلا، وعلى رأسهم الكابتن شاوي غريب اللي دايما كان في ظهرنا وبيساندنا، طبعا كابتن معتمد جمال ومحمد شاوي وكابتن محمد شاوي وكابتن وائل رياض شيتوس، كل الفريق يعني وكل الجهاز الفني كانوا بيدونا دفعة إن ربنا يعني يكرمنا في البطولة دي عشان ما نزعلش حد. تمام، كل حاجة كانت بحدود يعني، دايما إحنا بنحب الناس وعايزين مش نكرر الغلطة مرتين، غلطة فاهماني؟ المنتخب الكبير طبعا. مش عايزين نكرر الغلطة مرتين بس، فكنا بنموت نفسنا، وكل اللعيبة كانت رجالة وكانوا بيحبوا بعض، والدليل إن ربنا كرمنا بالبطولة يعني. أكيد، بس وقتها سمعت عن يعني وصل لك موضوع العروض الخارجية. سمعت ان في ناس كلمتني بسبب الاحتراف وكده، بس في واحد حبيبي قال لي ما تطلعش من مصر الا وانت رقم واحد. يعني انت شايف ان انت لسه قدامك شوية في مصر عشان تطلع؟ ان شاء الله باذن الله. هي مش مستنيها قوي ان انا لازم اكون رقم واحد، انا بعمل لكده، لو جت بقى قبل كده فده حاجه بتاعت ربنا بقى. وقت المنتخب الاولمبي وقت بطولة افريقيا، كنتوا متوقعين ان انتوا هتاخدوا البطولة، ولا كان الهدف الاولاني ان انتوا تتأهلوا للاولمبياد حتى لو هتوصلوا للمباراة النهائية بس، ولا كان الهدف من البداية بالنسبة لكم ان انتوا تاخدوا البطولة كمان؟ لا، هو يمكن الناس كلها كانت شايفة ان احنا هنكرر نفس اللي قرره المنتخب الاول يعني، بس احنا كنا عايزين نعمل حاجة مشرفة لمصر. تمام، وكل اللعيبة بلا استثناء كلهم كنا بنتكلم مع بعض، ودايما كنا في ظهر بعض، وكابتن شوقي غريب كان مدينا كل الصلاحيات ان احنا لازم نبقى كويسين. دوسنا على نفسنا عشان خاطر الشعب المصري، عايزين نعمل حاجة مشرفة ليهم. تمام، وربنا في الآخر كلل تعبنا وخدنا البطولة وساعدنا يعني انت الأولمبية. شايف ان من قبل، برضو متفق مع فكرة ان من قبل البطولة الناس كانت بتقلل منكم، وان انتوا كنتوا تستحقوا دعم اكتر من اللي انتوا يعني خدتوه؟ أنا سمعت كده واتقال في وشي كده يعني، بس يعني الحمد لله كان ربنا يعني له قدر تاني يعني. طب هل تأجيل الاولمبياد مبوظ خطتكم، ولا انتوا يعني عازمين ان انتوا في اي وقت هتلعبوا الاولمبياد هتعملوا حاجة؟ والله دي حاجة تزعل يعني، إن الواحد كان نفسه يلعب الأولمبياد بدري وبتاع طبعا عشان برضه احتراف وكده، وكل أكيد. لعبة كان نفسها إنها تلعب وتشوف يعني مناظر تانية وبتاع وأجواء أكيد. تانية. لا، هي ممكن الواحد يزعل شوية إن هي بعدت شوية، بس ده قدر ربنا، إحنا كابتن نموت شوقي غريب نفسنا. اتكلم معاكم بعد تأجيل الأولمبياد؟ لا، ما تكلمش معانا، بس احنا بنموت نفسنا، أكيد طبعا. حتى بنتمرن لوحدنا، بنتكلم مع بعض بصفة مستمرة ان كله يتمرن ومحدش يزعل لو هي اتأخرت شوية، بس هي في الآخر هتيجي يعني ان شاء الله. طب نرجع شوية للنادي الأهلي، هل رحيل مارتن يول كان هو السبب في رحيلك من النادي الأهلي، بما إن هو اللي كان طالبك بالاسم إن أنت تكون موجود في النادي الأهلي، وهو اللي كان يعني عارف هو هيلعبك إزاي، فشايف وأنت طبعا كان سنك صغير قوي في وقتها، فشايف إن رحيل مارتن يول هو اللي خلاك ما تكملش مع النادي الأهلي بشكل أساسي؟ هو زي ما انت قلت دلوقتي هو اللي كان جايبني يعني، ف كنت كان نفسي يبقى موجود عشان خاطر هو كان هيديني فرصتي، طالما هو جايبني أكيد. هيديني فرصتي، انما هو مشي. فجيت كابتن حسام البدري، فالدنيا اتعطلت شوية. طبعا في ناس كبيرة ولاعيبة كبيرة زي طبعا. الكابتن حسام غالي وكابتن حسام عاشور وكابتن عمرو السولية، وكان في كذا حد، فانا أكيد. كان لسه صغير، لسه سن صغير،
فكنت بتمرن كويس وبموت نفسي، بس في النهاية يعني الحمد لله على كل حال. انتوا طبعا من اشهر عائلات الكره المصريه، الاربعه الاخوات اللي الحمد بيلعبوا لله. كوره، واحمد اللي لعب في الزمالك، واكرم اللي بيلعب في الاهلي. هل بقى دايما كنا بنسمع من كابتن احمد وكابتن عبد العزيز طبعا وهم في لقاءات ان هم بيقولوا ان حاتم كمان كان مميز جدا وان هو يمكن احرفكم، بس هو ما جاتلوش فرصه ان هو يلعب في انديه القمه عشان كده الناس ما تعرفش، هو فعلا احرفكم؟ حاتم لولا الإصابات يعني كان هيبقى في حتة تانية، يعني ما شاء الله كان يمتاز بكل حاجة، ومش عشان أخويا، كان بيمتاز بالسرعة والقوة والمهارة وكل حاجة، بس هي الإصابات هي بقى اللي طب مين أحرف عطلته واحد شوية. فيكم؟ أبو عزيز، عبد العزيز هو أنت أحرف شايف واحد إن عبد فينا. العزيز أحرف واحد فيكم؟ أه ولا أحرف واحد فينا. طب قبل انضمامك للنادي الأهلي كانوا دايماً بيقولوا إن بيتكم زملكاوي، بعد ما انضميت للنادي الأهلي وكان لسه أحمد موجود في الزمالك، البيت كان بيميل لمين أكتر؟ أو كانوا بيشجعوا مين أكتر؟ والله هو كان فعلا البيت كله زملكاويه، بس انا ما اعرفش، انا طلعت انا الاهلاوي يعني، كنت بحب اتفرج يعني على الاهلي في كاس أكيد العالم، طبعاً. فكنت بحب كابتن محمد ابو تريكه جدا يعني، فكنت بحب اتفرج على الاهلي، فحبيت الاهلي. بس بعد ما انت رحت للنادي الاهلي اتغير شويه الموضوع بالنسبه لهم، وبقوا كمان يعني يشجعوك لما تبقى تلعب. ايوه دي حقيقه، دي حقيقه. والدي الله يرحمه كان دايما يشجعني ويشجع اخويا. تاخد نصايح من كابتن عبد العزيز وكابتن احمد توفيق وكابتن حاتم لحد دلوقتي؟ اه دي حقيقة يعني، هما برضو كانوا لهم برضو فضل عليا بعد ربنا، ان هما كانوا دايما بيتكلموا معايا لازم تبقى كويس، انت طلعت يعني في فترة الإعارة اللي انا طلعتها، ده بيقول لي ده مش هتطلع تهرج، لازم تموت نفسك عشان الناس كلها تقول لك ان انت لعيب كويس، والناس كلها تبص لك بنظرات كويسة، وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. أكيد طبعا. وقت مين وأنت في النادي الأهلي من لعيبة خط منتصف في النادي الأهلي، طبعا هم لعيبة مميزة وكتير قوي، كنت بترتاح قوي وأنت بتلعب معاه، كنت بتحس إن أنتوا بتكملوا بعض؟ يمكن انا ما خدتش فتره كبيره يعني عشان احكم على حد فيهم، طبعا هم أكيد كلهم لعيبه كبار كلهم بلا استثناء، اي اتنين هيبقوا في نص الملعب للاهلي هيعملوا فرق طبعا. ويموتوا نفسهم يعني. بس انت ما فيش حد فيهم بتحب تلعب لا جنبه هو، مثلا لا هو انا يمكن اميل شويه لندفي، كريم نندفي لانه كان لازم لعب معايا في في منتخب المنتخب الاولمبي طبعا. الاولمبي ومنتخب الشباب. طب وفي المنتخب الاولمبي مين اكتر لاعب بقى بتمله او بتحب تلعب جنبه؟ لا كلهم، كلهم كلهم بصراحة مفيش حد كلهم، بتحس ان هو فاهمك زيادة يعني؟ لا كلهم بصراحة كلهم كانوا رجالة، وأنا يعني أنا اتشرفت فعلا إن أنا لعبت مع ناس زي كده. كابتن أكرم، بنشوف ناس من الجمهور أو ناس بتحلل بتقول إن أنت متهور أو مندفع شوية في تدخلاتك، شايف إن الكلام ده صح؟ ولا شايف إن ده مركزك وده ستايلك في اللعب؟ لا هي مش بالظبط كده، انا ببقى مش متعمد طبعا ان انا اعور أكيد حد، طبعا. انا بلعب على الكوره عادي يعني، بموت نفسي عشان اجيب الكوره، يعني أنت اكيد متفق إن أنت مش عندك حتة هطبطب على حد الدفاع، يعني في ولا الملعب. شايف إن ده الطبيعي بتاع مركزك؟ لا ده الطبيعي بتاع المركز اللي انا فيه، وبعدين أكيد طبعا. مفيش لاعب بيطبطب على لعيب، وبعدين الكوره للرجاله يعني. أكيد طبعا. طب مين أكتر لاعب خط نص في مصر بتحب تتفرج عليه أو بتحب يعني تحب تلعب جنبه، أو شايف إن هو أكتر لاعب مميز في مركزك في مصر؟ كابتن حسام غالي بصراحة أكيد طبعا. بس يعني يعني. من الحاليين يعني. لا هو فعلا ما فيش غير كابتن حسام غالي يعني، ماشي. مش تقليل من اللعيبة على فكرة اللي في أكيد الدوري طبعا. المصري، بس أكيد دي طبعا. حقيقة يعني، طب مين من اللعيبة هما كلهم العالمية لعيبة كورة، ده اللي اللي أنا بميل ليه شوية. مين من اللعيبة العالمية اللي في مركزك اللي بتحب تتفرج عليه؟ كانتي كانتي؟ بتحس ان انت شوية عندك نفس الستايل؟ أنا شوية، والناس كلها أصلا بتقول لي أنت كنتي، بس مش عارف. ماشي. مين أفضل بقى مدرب كابتن أكرم توفيق اتدرب معاه؟ بصراحة كلهم يعني كلهم لو يعني، واحد سواء بتمله لو شوية. واحد يمكن يبقى كابتن شوقي غريب، لأنه هو كابتن اللي رجع شوقي. اسم أكرم تاني يعني بالفترة اللي أنا قضيتها معاه في المنتخب، طبعا توفيق ربنا والجهاز الفني كله، ممكن يعني هو كابتن شوقي غريب. واحنا بنتابع نادي الجونة، انت طبعا بتقدموا مستوى مميز جدا فنيا، ونادي عنده سيستم وإدارة طبعا محترمة جدا، بس كمان بنشوف كواليسكم وبنتابع أخباركم، وهو نادي يعني فيه خفة دم حلوة كده، فأنا عارفة إن انت عندك كواليس حلوة، بس مين أكتر لعيبة دمها خفيف في الفرقة؟ محمود الجزار أنا عارفة إن انت عندك مع محمود الجزار وباسم علي كواليس حلوة.
الاتنين بصراحة دول قريبين مني هناك. طب احكي لي بنحب موقف كده نهزر يعني عملتوه مع ونضحك، بعض، ايه لا اللي حصل؟ بنحب نهزر ونضحك، وما بنحبش يعني عايزين نعدي اليوم، ايوه طبعا. لأن القعدة هناك برضه ما بتبقاش، الواحد بيبقى نفسه ينزل أجازات وكده، فبنقعد مع أكيد بعض بنسلي القعدة بقى، بنلعب بلاي ستيشن، نقعد نهزر مع بعض، نضحك مع بعض، نعمل فيديوهات، نعمل مقالب في بعض كده يعني. أكيد. طب فاكر مقلب كده عملتوه في حد تاني غيركم كان مميز أوي؟ هو باسم علي، انا عملت عملت مقلب في باسم علي بقى؟ في باسم عملت علي، فيه إيه؟ كنت انا والجزار يعني بنطفي عملتوا له النور، إيه؟ نور الاوضه تمام، و بروح اقول له لمحمود الجزار روح هات مين، هات باسم تمام، فيجي باسم علي، فطبعا الدنيا ضلمه، فهو اصلا يعني باسم سرحان على طول تمام، فيخش، فانا اكون مستخبي مثلا في حته كده متداريه يعني، واطلع عليه مره واحده فياخد بعضه ويطلع يجري يعني، ويخاف يعني. على طول بتعملوا مع بعض كده. ده حقيقي، انا ومحمود جزار قريبين من بعض، احنا اخوات فعلا، مش كلمه اصحاب، دي حقيقه تتقال له، انا وهو اكتر من اخوات. شايف ان النادي الجونة موفر لك فرصة وجو كويس ان انت تتطور في السن ده؟ دي حقيقه، هما بصراحة مش عشان أي حاجة، هما إدارة محترمة جدا، قدروا فعلا يطوروني بشكل كبير، طبعا فضل ربنا أولا، دوست على نفسي عشان خاطر الناس دي فعلا يعني مقدرانا كويس، وبتعمل كل حاجة عشان خاطر تبقى مرتاح، وأنا من اللعيبة اللي لازم أبقى كويس، نفسيتي كويسة، فهم لعبوا على النفسية بالنسبة لنا، طبعا فطلعت أحسن ما عندي. طبعا. احنا عندنا في الكومنتات كمان عشان ما ننساش الناس، بكمان يلعب النادي الاهلي السابق كان بيقول لك بيسلم عليك، وكمان كابتن جمال حمزة بيسلم عليك، في ناس كتير بتتفرج على اللايف دلوقتي. طيب انا بقى هدخل في اسئله الافضل، دي اسئله يعني الافضل من وجهه نظرك في كل حاجه هقولها لك، ماشي؟ تمام، تمام. افضل حارس مرمى في تاريخ الكره المصريه. كابتن عصام الحضري، كابتن عصام الحضري. أفضل مهاجم في تاريخ الكرة المصرية. كابتن عماد متعب، بص إجاباتك حاضرة لا مش ما بتفكر. انا فكرت كويس. أفضل لاعب مصري. افضل لاعب مصري كابتن محمد ابو تريكه، كابتن محمد أبو تريكة. أفضل مدرب مصري. كابتن ايهاب جلال، كابتن إيهاب جلال. طب أفضل 3 مدافعين في تاريخ الكرة المصرية. كابتن وائل جمعة، ده في الفترة اللي فاتت ولا دلوقتي؟ لا لا عامة عامة كابتن وائل جمعة، طبعا وكابتن هاني سعيد، وكابتن إبراهيم سعيد. طبعا. طيب انا هسألك بقى عن ماتش انت ما لعبتوش وما كنتش موجود فيه بس كان نفسك تلعب الماتش ده وانت بتتفرج عليه. هو ماتش الأهلي والترجي اللي خسرنا فيه 3-0، النهائي في رادس في تونس، وانت بتتفرج على الماتش ده كان نفسك تلعب من حماس كنت وكده؟ موجود هناك، كنت كنت موجود موجود في الماتش، كان نفسي انزل يعني الماتش ده. أكيد. طيب قول لي بقى في الآخر كده، شايف إن الدوري الأقرب ليه إن هو يرجع ولا ما يرجعش؟ والله احنا بنتمنى، اي لعيب كوره يعني بتبقى روحه في الكوره، احنا نتمنى ان الكوره ترجع تاني، مش الكوره بس، كل حاجه يعني، عشان خاطر الناس الغلابه والناس أكيد طبعا. طيب اللي ليها اكل عيش، مش شرط الكوره، كل حاجه، فيا رب ان شاء الله يزيل الكاب وقديم عندنا، وان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله، وكل حاجه تبقى زي الفل. طيب انا هاخد من اسئله الناس بس عشان ميجو بيسالك بيقول لك لو اتعرض عليك انك تروح للزمالك توافق؟ طبعا الزمالك فرقه كبيره وعلى دماغي وجمهور وعلى دماغي برضو، طبعا. بس انا دخلت النادي الاهلي، فما ينفعش اسيبه، ما ينفعش صعبه. ما ينفعش اسيبه. ماشي يا كابتن. طيب كان عمر بيسالك على عرض ستوك سيتي، سمعت عن عرض من ستوك سيتي؟ دي حقيقة، طب ايه الاخبار؟ أنا مش هينفع كده، مش هينفع اتكلم. ماشي انا اسف. هتعرفوا كل حاجة في وقتها إن شاء الله. طيب ماشي، بس في الاخر احنا بنسالك تاني، شايف ان مصر لو راحت الاولمبيات اللي جايه ممكن تعمل حاجه؟ بالنسبة لنا ولا بالنسبة للناس؟ بالنسبه لك انت، انت بقى يعني من كباتن أنا الفرقه. هتكلم باسم الفرقة باسم الفرقه. تمام؟
فعلا الناس برضو كانت جت في وقت وقالت ان احنا مش هناخد البطوله. أكيد. فانا بتكلم دلوقتي ان شاء الله زي ما حققنا البطوله دي نموت نفسنا وندوس على نفسنا اكتر واكتر ونحب بعض، وفي الاخر ربنا هيكرمنا حتى لو ما خدناش البطوله ممكن نعمل حاجه مشرفه لينا ولبلدنا يعني انت شايف وللشعب ان المصري. الجيل ده يقدر يعمل حاجة في اولمبياد طوكيو اللي جاي؟ اه طبعا مفيش حاجه بعيده عن ربنا، لو كل واحد هو كل واحد جواه اصلا بطل، لو كل واحد موت نفسه في التمرين وفي الماتشات وعنده يقين ان ربنا هيكرمنا في البطوله دي وكل واحد يبقى في احسن مستوياته ليه لا. أكيد. مين كان نجم البطولة الأفريقية اللي فاتت من وجهة نظرك في الفرقة؟ وأنت طبعا واحد من نجومها فممكن تختار نفسك، بس أنت شايف إن مين؟ الفرقة كلها؟ مفيش اسم ممكن تقول عليه إن هو كان نجم الفريق؟ كابتن أحمد مجدي طبعا نجم نادي جونة، بيقول لك منور يا عريس، لعيب كبير وشخصية محترمة. حبيبي يا مجدي ربنا يخليك. طبعا ده احمد مجدي ده حبيبي واخويا، طبعا. يعني ربنا ان شاء طيب الله يجمعنا على خير. محمود، آخر سؤال بيقول لك مين الثلاثة اللعيبة اللي تحب إن هم ينضموا لكم في طوكيو؟ من وجهة نظرك يعني. هو تقريبا رمضان طلع كده لا بس كان في اعتقد ان في مؤتمر، قرار ان هو في يعني لا كان في السنة مؤتمر دي. صحفي، كان في مؤتمر صحفي كان هو فيه، في حد سأله برضه نفس السؤال ده قال له ادي لعيبة المنتخب حقها الأول وبعدين لما يجي وقته نبقى نتكلم. يعني انت فأنا شايف هقول ان زي يعني رمضان الفرقة أنا بتاعتكو الاول، بعد كده نبقى نشوف مين ممكن الفرقة ينضم. الأول وبعدين التلاتة. مش بتفكر يعني في حد شايف ان انتوا محتاجينه اهم حد؟ ما أنا قلت لك هو احنا انا عايز الفرقة اعرف بقى. الأول، الفرقة الأول وبعدين التلات لعيبة. ميرسي قوي يا كابتن اكرم، والله احنا ربنا مبسوطين قوي في يخليك، يلا كوره ان انت كنت معانا، وكان انترفيو ربنا لطيف قوي يخليك على يعني الناس. طب شكرا أكتر والله يا شكرا لحضرتك وعلى اجابتك الجميله كلها. جميل، ميرسي ربنا لحضرتك يخليك ربنا. كتير. وبكده يكون خلص لقاءنا النهارده مع كابتن اكرم توفيق، طبعا نجم النادي الاهلي المعار لنادي الجونه ونجم المنتخب الاولمبي، وان شاء الله بكره في لايف جديد مع نجم اللي بنقدمه لكم كل يوم على انستجرام يلا كوره طوال شهر رمضان. واستنوني بكره في حلقه جديده معاكم انا جهاد عربي.